السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم نحن في هذا المكان الجميل مثل ما تشوف، الزاهية شارجة المنطقة الجنوبية في الزاهية. عندنا نزول صديق من الأصدقاء في هذا المكان الجميل الرائع، طبعا في هدوء ومدخل جميل ورائع من المدخل الجنوبي للزاهية الشارجة. وهاي عندك المحلات اللي موجودة في منطقة المويلح قريب من كليات التقنية وجامعة الشارجة. هذا المدخل رائع وجميل جدا، هذا المدخل حياكم الله حياكم وبياكم في الزاهية المنطقة الجنوبية في الشارجة. عندك النوافير على مشرق على الزاهية هني، وطبعا كما تعرفون في تسيطر الزاهية. وهنا نحن نزور في هالمكان واحد من الأصدقاء الأعزاء هني جنوبي جاي اليوم زيارة المكان. 21/2/2021 في هذا المكان. يوم الجو طبعا الشمس توها تطلع، هاي هي الشمس في كبد السماء ما شاء الله، لكن كان من الصباح الجو غائم، جو حلو، جو بر وبحر، جو رحلات، ومنطقة ما شاء الله مقبولة بالأشجار، الأشجار طبعا. والسكن نحن هنا جايين في جهة الشقق وليس جهة البلل، هيك الأخ ساكنني في هاي المنطقة في منطقة كمبس موجود هنا مال الشقق، بس جميل كذلك ورائع المكان، رائع صراحة المدخل، الأشجار، هدوء 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 هذا المكان، هذا المكان هدوء.